نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية معرض الألبان في مزرعة الأطفال في الشارقة لتوعية طلبة المدارس بفوائد هذه المنتجات وضرورة التفاعل الإيجابي للمحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية. فضاء طبيعي رحب يعكس البيئة المحلية هنا في مزرعة الأطفال بالشارقة، حيث المتعة والتعليم في آن واحد من خلال معرض الألبان لعرض منتجات ألبان الأبقار وفائدتها الصحية على جسم الإنسان. معرض الألبان لا يقتصر على زوار المزرعة وإنما مشاركة المدارس والمراكز الصحية. مشاركة المدارس مهمة بالنسبة لمزرعة الأطفال لأن طلاب المدارس يبحثون ويعملون بالمشاريع ولذلك ترسخ معهم المعلومات. اليوم تكلمت عن حليب الإبل وحليب البقرة، طبعا له فوائد كثيرة لحليب الإبل مثل علاج سرطان القولون، علاج مشاكل التوحد، علاج اللي فيهم مشاكل في الكوليسترول وأيضا هشاشة العظام، وكثيرة من الفوائد مثل فوائد للشعر، فوائد للبشرة، فوائد للصحة. شارك في المعرض عدد من طالبات مدارس الإمارة وذلك لتوعيتهم بالأنماط الغذائية السليمة، حيث انتشرت العادات الغذائية غير الصحية والاعتماد على الوجبات السريعة بين طلبة المدارس، لذا حرصت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على استبدال العادات الغذائية السيئة بتناول مواد غذائية أكثر فائدة كمنتجات الحليب والألبان. حبينا نشارك أنا وزميلاتي في هالمعرض أن نسوي مجسمات ومنشورات وتوزيعات عن المعرض. حطينا فوائد عن الألبان وعن الروب وعن الجبن، طبعا كلها من مشتقات الألبان. استفدنا وايد من التجارب اللي سووها. وايد استفدنا من التجارب التي قدمتها المدارس الأخرى في المعرض والفوائد التي عرضوها وكانت جدا جميلة وممتعة. اشتمل المعرض على مجموعة من الورش التعليمية ولوحات تعريفية والعروض التي توضح فوائد منتجات الألبان للإنسان الصحية والاقتصادية، واستمتع الطلاب بهذه الورش واستفادوا منها بقدر ما لامسوهم من فائدة وأفكار غيرت حياتهم كثيراً. إن الهيئة تحرص على إقامة مثل هذه المعارض لتوعية شرائح طلبة المرحلة الابتدائية بأهمية المحافظة على الحيوانات المنتجة للألبان وطرق تربيتها والاعتناء بها. لأخبار الدار، لمياء المازمي من مزرعة الأطفال بالشارقة.